السلام عليكم، ازيكم؟ النادي الاهلي يعود للمسار الصحيح ويتوج بطلا لكاس السوبر المصري على حساب الغريم التقليدي نادي الزمالك بنتيجة 2-0، هدف برونو سافيو وهدف كريم فؤاد، عشان النادي الاهلي يحصد اول القابه مع المدرب الجديد كولر ويوقف سلسلة انتصارات وسلسلة تتويج الزمالك بالبطولات. ومش بس كده، النادي الاهلي النهاردة بيفوز على الزمالك اداء ونتيجة، ولكن ده ما يمنعش ان نادي الزمالك النهاردة قدم مباراة جميلة جدا الى حد ما. ولكن الاهلي النهاردة عرف يمشي الماتش بمزاجه، عرف يهاجم امتى، عرف يدافع امتى، عرف يسيب الكرة امتى للزمالك، وعرف امتى يمسك كرة، وده اللي خلاه النهاردة يتوج بطلا للسوبر المصري. وافتكر ان انا في الفيديو اللي فات قلت لك ان الماتشات اللي شبه ديت بتقف على التفاصيل الصغيرة. طب ايه اللي حصل في الماتش، وايه هي مجريات المباراة، وايه هي اهم الاحداث اللي حصلت النهاردة؟ عايز تعرف هقول لك. عشان اقول لك لازم احكي لك الماتش من الاول، فيا ريت تصلي على النبي واضغط لايك واضغط اشتراك ويلا بينا. النهاردة لو تيجي تبص على السيناريو اللي بدأ بيه الماتش هتلاقي ان الاهلي هو كان الفعل والزمالك هو رد الفعل، وطبعا دي تعليمات واضحة وصريحة من المدرب فيريرا، ان انت تسيب الكرة للاهلي وتسيب الاستحواذ للاهلي وتلعب على الهجمات المرتدة وتستغل الثغرات والمساحات اللي في خط الدفاع، خصوصا ورا علي معلول ورا اكرم توفيق. ولكن حتى في الاوقات اللي علي معلول واكرم توفيق كانوا متقدمين قدام كان في لعيبة من نص الملعب بتغطي وراهم زي حمدي فتحي وزي عمرو السولية، فكولر عرف فين مفاتيح لعب نادي الزمالك وعرف فين اسلحة الزمالك اللي هي الاطراف وقفل لك الاطراف. فبتلاقي عندك كل لاعب من الزمالك بيمسك الكرة على الجناح اليمين او الشمال بيلاقي قدامه اتنين ماسكينه، فبالتالي انت قفلت كل الاسلحه وكل ممرات اللعب على الزمالك، فبالتالي انت كده مسكت الماتش. لعيبه الاهلي في الناحيه الهجوميه بيكونوا عاملين زياده عدديه في المنطقه، ولما بيتعمل عليهم هجمه مرتده سرعان ما بيسترجعوا تركيزهم وبيرجعوا يقفلوا منطقتهم، فبالتالي لعيبه الزمالك لما بيجوا يعملوا هجمه مرتده ولا حتى بيجوا يبنوا هجمه بيلاقوا خط دفاع النادي الاهلي متقفل تماما، فبالتالي بيلجأوا للحل اللي هو التسديد من خارج المنطقه. واضح جدا على مستوى الشوط الاول ان لعيبه الزمالك واخدين تعليمات من المدرب بالتسديد من خارج المنطقه، فبتشوف احمد سيد زيزو لما بتجيله الكوره او امام عاشور بتجيله الكوره من خارج المنطقه واول ما الفرصه تتيح ليه بيسدد على طول، ولكن طبعا اغلب التسديدات كانت غير موفقه تماما. لعيبه الزمالك لحد ما قبل يستقبلوا الهدف الاول كانوا اكثر تحكم بالكوره، وصعب جدا ان لعيبه الاهلي تقطع من الزمالك الكوره، ولكن انت لما جيت غلطت غلطه واحده بس قدام النادي الاهلي كلفتك ان انت استقبلت الهدف الاول، غلطه ملهاش اي لازمه، بيرجع الكره للدفاع محمد عبد الغني ما كانش متوقعها، بيستغلها برونو سافيو بالابداع والامتاع والمهاره الفرديه بيسجل الهدف الاول وبيتقدم النادي الاهلي. النهارده لو تبص على لقطه الهدف الاول هتلاقي برونو سافيو اخذ محمد عبد الغني شمال ومحمد عواد اترمى شمال برده مع محمد عبد الغني، ام برونو سافيو رجع تاني يمين، فبالتالي الزاويه اليمين باتجاه برونو سافيو كانت مفتوحه ليه وصعب جدا على محمد عواد ان هو يصد الكوره. الهدف الاول جه في توقيت قاتل في الدقيقه 39 في الوقت اللي فيه لعيبه الزمالك لسه بيستفيقوا ولسه بيسترجعوا مستواهم وبيحاولوا يمسكوا كوره على الاهلي، فانتهى الشوط الاول بتقدم النادي الاهلي. طبعا الزمالك تعرض لضربه قويه قبل الماتش واثناء الماتش، قبل الماتش لما اتصاب عنده سامسون وخرج من التشكيله، وفي اثناء الماتش لما خرج احمد فتوح بداعي الاصابه وفيريرا عمل تغيير اضطراري، نزل سيد عبد الله نيمار على اليمين وجاب عمر جابر على الشمال، وطبعا ده تغيير اضطراري. على مستوى الشوط الثاني ففي بدايه الشوط الثاني كان الزمالك هو اللي ماسك زمام المبادره في المباراه، كان ماسك كوره على الاهلي في بدايه الشوط الثاني وكان الاهلي هو رد الفعل، والايه بقى اتعكست بقى الاهلي هو اللي بيلعب على المرتدات وسايب الكوره للزمالك، ولكن غلطه الزمالك ان هم ما استغلوش الفرصه ديت احسن استغلال وسجلوا هدف التعادل. فالنتيجه ان كل ما الوقت بيعدي كل ما النادي الاهلي بيطمع في الزمالك اكتر، وبنزول محمد شريف ومجدي قفشه النادي الاهلي بدا يستعيد مستواه الهجومي من تاني وبدا يمسك كوره وبدا يهاجم من تاني، ومن الاخر كده بقى الاهلي هو اللي ماسك زمام المبادره في المباراه وبيحاول يحافظ على التقدم. وفي الدقيقه 91 كريم فؤاد بسيناريو القاضيه ممكن بيسجل الهدف الثاني وبيقضي على احلام نادي الزمالك في العوده للمباراه. وهنا انا بشيل لعيبه الزمالك يا جماعه غلط كبير جدا، ان انت كتير جدا من المباراه كنت ماسك كوره على الاهلي وكنت قادر ان انت تسجل التعادل، ولكن الغلطه بتاعتك ان انت مسجلتش التعادل، فزي ما قلت لك الاهلي طمع فيك اكتر وسجل الهدف الثاني. النهارده لو تبص الاهلي والزمالك لعبوا مع بعض 8 ماتشات في نهائي السوبر المصري، كده الاهلي كسب 6 والزمالك كسب 2. من وجهه نظري الشخصيه انا كنت شايف ان فيريرا بيلعب على التعادل وقت اضافي ضربات ترجيح، ولكن ما مشيتش معاه، وده اكبر غلط من المدرب. المفروض تضمن الماتش الاول بعد كده بقى تلعب على اللي انت عايزه، وده بقى اللي الاهلي عمله. ففي النهايه مبروك لكل اهلاوي وهارد لك لكل زملكاوي، هي دي الكوره، فيها كاسب وفيها خاسر. وده كان فيديو صغير وسريع على رد فعلي على مباراه الاهلي والزمالك في السوبر المصري، فيا رب اكون شرحت لك الماتش بشكل مبسط، ويا رب وفق الاهلي ووفق الزمالك. هنا معكم فارس الجزاوي من برنامج فارس الكوره، ونشوفكم في حلقه جديده.